أن الدول الإمبريالية تحاول ما يمكن أن تذهب هذه المتغيرات في صالحها، وبذلك فهي لا تترك إرادة الشعوب تتحرك، إنما تحاول أن تفرض أنظمة تبعية، وبالتالي فما سيتغير في ظل الأنظمة سواء تونس أو مصر هذا هو شكل ووجوه النظام وليس النظام ككل، لأنها لا زالت تعيش عصر الاستغلال، لا زالت تعيش عصر التبعية، فهي لم تتعقد مع الإمبريالية. هذا الحراك على المستوى العربي ولا على المستوى الجهوي أثر وبشكل كبير على مستوى المغرب، حيث انطلقت حركة 20 فبراير ومعها مجموعة قوى ديمقراطية والتقدمية التي فرضت مجموعة من المطالب، لكن للأسف وكما هو الحال دائما في المغرب وفي التجارب أن الدولة تحاول الالتفاف على هذه المطالب عبر فرض دستور لا ديمقراطي لا يستجيب لمطالب الشعب المغربي، لا يستجيب للفصل الحقيقي للسلطات، لا يستجيب لمطالبنا كجزء لا يتجزأ من هذا الشعب. ثم جاءت مهزلة الانتخابات التي تلت الدستور وما بني على باطل فهو باطل، انتخابات مبركة حملت الإسلاميين إلى السلطة بتواطؤ مكشوف مع الدولة، لأنها وجه من وجوه تفريق الأزمة. هذا الشيء سينعكس علينا قطاعيا، فقد حظينا بوجه من وجوه الحركة الإسلامية اللي هو الأستاذ راميد، وعلى مستوى الشكل كما قال الأخ أن هناك تغيير، هناك استعداد للعمل، هناك إقرار بمبدأ الحوار، هناك إقرار بمبدأ التكافؤ، لكن على المستوى المضمون والذي هو خطير جدا، هناك تراجع خطير على مستوى الحرية النقابية، هناك تراجع خطير على مستوى الديمقراطية، هناك تراجع خطير على مستوى حرية الصحافة. فما شهدناه في هذه الأيام القليلة لم نشهده على مر 10 سنوات من تجربة، حيث تعرض المعطلون لأبشع الضربات وأبشع التدخلات. تعرضت مسيرة لنقابة معينة للهجوم في الرباط، تعرض موظف التعليم للاقتطاعات، بمعنى أن هناك على مستوى الشكل هناك خطاب يحاول الديمقراطة، يحاول تغيير الأشياء، لكن على مستوى المضمون فهناك تراجع وتراجع خطير ستشهده الأيام المقبلة. ولدينا في تجربة العد خير مثال، ففي الوقت الذي يؤكد فيه الوزير على أنه على استعداد الحوار وعلى استعداد مناقشة القضايا وعلى استعداد حل جميع المشاكل، في المقابل هناك رسائل ضمنية على أن مستوى النقاش لا يمكن أن يتجاوز الحد الذي سيرسمه هو، بمعنى أن إذا بغينا نناقشوا الملف المطلبي ولا بغينا نناقشوا هناك أفق محدود للملف المطلبي، ولكن بالنسبة لنا كمكتب وطني وكمجلس وطني نحن هنا لتدارس جميع هذه الإشكالات وللخروج بالخطوات النظامية المأمولة للدفع بالملف المطلبي إلى الأمام. آخر لقاء كان ديال المجلس الوطني هو كان السنة الماضية، كان من بعد على إثر العرض ديال الوزارة والحكومة عن النظام الأساسي، جميعا قررنا رفض ديال النظام الأساسي لأنه لا يعطي أي شيء بالنسبة للكاتب بالضبط وبالنسبة للكتابة بالضبط. رأينا فيه جميعا على أنه تفريغ لمبالغ مالية من الحساب الخاص إلى أجرة الموظف. سجلنا جميعا على أن هناك تفاوت في مبالغ الإعانات، سجلنا على أن هناك عدم تحديد اختصاصات كتاب الضبط، سجلنا على أن هناك تمييز كبير، سجلنا على أن آفاق الترقية لم تتغير كثيرا، فبقيت 6 سنوات، بقيت 10 سنوات، الكوطة التي حددت 38% لم تعطي أي دليل ملموس، بحكم أننا قطاع صغير وصغير جدا، 12000 موظف، بمعنى جوبوان ديال الترقية لن تعطي إلا موظف أو نصف موظف كل إطار، وخير دليل آخر مباراة مهنية إطار معين تطلب واحد، بمعنى في الكوطة ديال 38% تطلب موظف واحد، كما كون كان 36 يمكن يطلبوا لنا 0.9 موظف ولا هذا، ما خصموش الموظف يترقى نص منه ويبقى نص آخر. إذا بالنسبة لنا أن المطالب ديالنا هي لا زالت تلك المطالب التي اتفقنا عليها جميعا، كان ملف مطلبي على وزارة العدل مؤخرا، كان تقريبا هو شاء
شبيه بذاك الملف مع بعض التعيينات مع بعض الإطراف على موقفنا الموقف في بلورنا جميعا بخصوص الملف المصطبي والقانون الأساسي هو اللي تحط في الملف المصطبي الجديد. حاولنا ما أمكن أن نكون قريبين وأن نتعامل مع الوزارة بحكم بحسن نية وبدون خلفية سياسية، نتعامل معها على أساس النسبة المطلبية واضحة. الإشكال الواقع حاليا هنا أن هناك مساهات للعمل النقابي، أن نقابات معينة تتصارع فيها فيما بينها من أجل إثبات الذات، بمعنى أن الهدف ليس هو الموظف، وإنما الهدف هو أن أقول للآخر أنني أسيطر على قطاع العدل، ومن بعد السيطرة على قطاع العدل يمكن أن أحظى بشيء ما من خارج ملف مطلبي لكتاب الطب. لأن الإشكال الكبير هو أنه من باع الموظف هو الذي يحاول أن يبين نفسه بأنه يدافع عنه مجددا، وهذا تناقض خطير ويدفع العمل النقابي إلى الدخول في متاهات كبيرة. أن هناك حاليا إضرابات سياسية، نحن سنبتعد عن السياسة، نحن سنحاول أن ننصت لنبض الموظف ولملف الموظف، ونتناقش جميعا للخروج بآليات عملية للدفاع بملفنا المطلبي إلى الأمام. تحية نضالية للجميع.